دروس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في 18 من شهر أغسطس لعام 2024 من ميدان الطائف لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن انطلاقات أقوى وأضخم مهرجانات الخليج، مهرجان سيدي ولي العهد لعام 2024 بنسخته السادسة. متابعينا في كل مكان، يا من تتابعون يا من تراقبون هذه الشعارات وهذه الأصايل، وصلنا بانطلاقة تاسع أيامنا وانطلاقات الإجداع هنا الإبداع والإمتاع في المملكة العربية السعودية. إن كان للتطور إبداع فمقره المملكة العربية السعودية، وإن كان للإمتاع مقر فمقره الاتحاد السعودي لسباقات الهجن هنا في المملكة العربية السعودية. شكرا لهم من القلب إلى القلب، داعمين متابعين لرياضة الآباء والأجداد. هنا الشوط الرئيسي، أول أشواط القعدان الإجداع العام بانطلاقة الشعارات. في الشوط الأول، أول أشواط القعدان وأقواها في هذا المساء، نتقدم مباشرة بانطلاقة الخمسة كيلومترات. نتقدمنا بانطلاقة هذا الاسم. من ينطلق هنا؟ انطلاقة الصداوي. مرحبا يا مالك الصداوي، يتقدمنا هنا، يندفع بشعاره. ينطلق الصداوي بشعار مالك، بشعار مشعل بن ملوح. هنا العنزي يقدم لنا انطلاقتي الصداوي. الصداوي هذا اللي يداوي الجروح يا بن ملوح، يتقدم بهذا الأداء. المركز الثاني، من يصل في هذه اللحظات؟ يصل مرعب مصلح بن عزيز بن سلمان الجهني، يحضر هنا ليرعب المتابعين والمشاركين والمنافسين. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات سياف. سياف يحضر على المركز الثالث بماركة سياف الغنية عن التعريف. المركز الرابع، من يصل ويتقدم؟ وصل شامخ. وصل شامخ سيف بن عبيد بن حلوس بن ديبان العامري، يتقدم. يا مرحبا يا العامري، يا مرحبا، حبك مثبت شداده متمكن في القلب. شامخ وشايد مرحبا يا راعي العوايد، مرحبا يا شامخ. المركز الخامس، من يصل في هذه اللحظات؟ يصل جلمود. جلمود جلمود ناصر بن عبد الله بن راشد بن نوره، يقدم لنا جلمود من عبر الحدود واصلا من دولة قطر من أجل المشاركة بل من أجل المنافسة. المركز السادس يصل في هذه اللحظات هنا العرادي. وصل مسكت، حضر بهيبته، حضر بقوته بشعار العرادي. يصل ويتقدم خالد، أو شعار خالد بن حمدان بن حامد العرادي البلوي. والوصول هنا، القدوم من مرحب. مرحبا 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 يا مرحب، مرحبا بالطاري اللي بين خلق الله يبدى بالمودة والمحبة والغلا والقابلية. مرحبا يا مالك مرحب. يصل على المركز السادس، يتسلل من مركز إلى مركز. المركز السابع، يصل من طحنون، يصل من طحنون ليحضر بالفنون، ليحضر بالإبداع والإمتاع في الشوط الرئيسي للإجداع. يصل مرضي، يصل مرضي فيصل بن فهد بن فهيد، يصل على المركز، على المركز السابع. المركز التاسع، من يتقدم هنا على المركز التاسع؟ يصل بن بعلان
الآن مع مرحب أيضا على المركز التاسع محمد بن عبيد بن راشد المري. المركز العاشر نختتم به النداء مداهم وصل مداهم وصل ليداهم ويثبت الوجود أنه بطل من أبطال المملكة وبطل من أبطال ميدان الطائف. ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. الله الله من يتقدم من يتسلل بهذا الأداء المميز. هنالك الصداوية هنالك الصداوية حضر اليداوية الجروح بن ملوح يتقدم على المركز الأول. هنالك متابعينا الكرام نحو الانتصار نحو الانتصار مشعل بن ملوح الأعنزي مع الصداوي. اتحرك اتحرك مرعب 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 يتحرك يتسلل إلى المركز الأول. المركز الثالث هنا وصول من سياف وهب بن محمد بن علي بن وهب. الله يا مرحب يتقدم مرحب محمد بن حمد بن سالم الفهيد المري بن طحنون بن طحنون حضر ليسبب الجنون في الشوط الرئيسي. يا بن طحنون الكيلو الأخير الكيلو الخطير إلى أمتار الفاصلة إلى أمتار الحرجة نحو النوماس نحو اختطاف هذا الكاس هذا الشوط الشوط الرئيسي للقعدان الجداع. هنالك مرعب 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 ومرضي مرضي 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 حضر مرضي على المركز الثاني ومرعب على الصدارة. هنا شعار مصلح بن عزيز بن سلمان الأجهني تحرك تحرك نحو الانتصار نحو الانتصار لخطف الشوط الرئيسي. هنا في عروس المصايف هنا في أضخم المهرجانات مهرجان سيدي ولي العهد. ولكن اتسلل اتسلل مرضي 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 بإنجازاته بانتصاراته المستمرة المستمرة والمعتادة من هذا الشعار وهذا المالك. هنا يقدم لنا مرضي فيصل فيصل تحرك السمية فيصل بن فهد بن فهيد آل محمد الهاجري. هنا أبطال المملكة أبطال المملكة نحو الانتصار نحو الانتصار. أيضا وصول من متعب وخالد بن منصور بن حمود العجمي. ولكن خلونا مع مرضية مع مرضية من أرضى متحبينه من أرضى متابعينه من أرضى عشاق هذا الشعار. هنالك أبناء المملكة تحديدا إلى جوب بني هاجر لهذا البطل لهذا البطل. نشكر يا أبو طحنون على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني وصلوا أبناء الشهيد أبناء ميدان الشهيد مع متعب خالد بن منصور بن حمود العجمي. المركز الثالث وصل مسكت بشعار العرادي خالد بن حمدان بن حامد العرادي البلوي. المركز الرابع وصول من شعار مرعب ومصلح بن عزيز بن سلمان الجهنية. المركز الخامس ووصل على المركز الخامس سياف وبشعار وهب بن محمد بن علي بن أحمد بن وهب ووصل على المركز الخامس. متابعينا في كل مكان هكذا أبناء المملكة أبطال المملكة الحاضرين في هذا المساء والحاضرين ومثبتي الوجود منذ بداية وانطلاقة هذا العرس التراثي الكبير مهرجان سيدي ولي العهد. هذا إن دل على دعمي حكومتنا الرشيدة هنا سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وسيدي ولي العهد. وأيضا متابعة من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لسباقات الهجن. التوقيت الزمني توقيت البطل هنا مرضي بشعار فيصل بن فهد بن فهيد الهاجري 8:09:27 جزءا من الثانية. هكذا كان توقيت مرضي صاحب الشوط الرئيسي خاطفا لأول أشواط القعدان وأقواها في هذا المساء. ثاني المراكز وصل متعب 8:11:00
17 جزءا من الثانية. التهنئة لخالد بن منصور بن حمود العجمي، وصل على المركز الثاني، مسكت ثالثا بشعارك يا العرادي. من يصل على المركز الثالث؟ هنا خالد بن حمدان بن حامد العرادي مع مسكت 8 دقائق و15 ثانية و10 أجزاء من الثانية، كان مسكت على المركز الثاني.